أربع أنفاق عليهم مسؤولية كبيرة جدا، يربطوا سينا، فاكرين حضراتكم المقولة الشهيرة عبرنا سينا وسينا رجعت كاملة لينا، هي الحقيقة مش هترجع فعليا غير لما يكون المشوار منها ليها أو من الوادي ليها يكون زي أي مشوار تاني، ما نحسش إن إحنا رايحين أنفاق ولا كباري ولا الكلام ده. وده بيتطلب أربع أنفاق بأربع شركات وطنية، في المقاولين العرب، في أوراسكوم، دول هما النفائين اللي موجودين في بورسعيد، النفائين اللي موجودين في الإسماعيلية واحد فيهم بتعمله شركة بتروجيت والتاني بتعمله شركة كونكورد. يسعدني أن يكون معي البشمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازيك يا دكتور؟ معلش انا تعبك معايا. لا لا تحت امرك. اولا بس انا عايز وصف للمشروع للناس اللي مش مستوعبه هو ايه اللي احنا بنعمله هنا. بص احنا بنعمل زي ما انت قلت اربع انفاق، اثنين في بورسعيد واثنين اللي احنا بنتشرف ان احنا بننفذهم هنا في الاسماعيليه. الحته اللي انت فيها دي ده شافت الدخول او ده المكان مدخل النفقين. في نفق يبقى رايح نفق جاي، نفق جنوبي نفق شمالي. المنطقة دي يعني انت بتتكلم في ناقص 25 متر من الزيرو ليفل، يعني انت حوالي 25 متر تحت الارض، تحت الارض يعني بتاع 15-16 متر تحت المية البداية. طب لو انا تخيلت ان احنا عندنا حد جاي راكب عربيته هيطلع يدخل هنا ويطلع الناحية التانية، هيعدي على ايه؟ هيشوف ايه؟ ايه اللي حضراتكم بتعملوه من هنا لغاية ما توصلوا هناك؟ هيعدي عليه دلوقتي ولا لما نخلص؟ لا لما نخلص. زي اي نفق هتمشي هتلاقي بقى طبعا المراحل اللي انت شايفها دي هتشوف شغل معقد جدا. في 3000 واحد هنا شغالين 24 ساعه، 95% مصريين. ده رائع. 95% مصريين و 24 ساعه. احنا خبره كافيه في الانفاق ان احنا 95% مننا يشيل الشيله دي. بص احنا من زمان، احنا مثلا كونكورد بقى لنا 20 سنه تقريبا شغالين انفاق، بس انفاق صغيره. الحجم ده قليل جدا في العالم، فطبعا احنا جبنا اجانب ساعدونا ومصرنا خلاص دلوقتي تقريبا 95% مصريين. طب 5% الباقيين دول من جنسيات ايه؟ فرنساويين وطلاينة اغلبهم. وفي شويه المان اللي هم عملوا المكنه برضو بيعملوا لنا تكنيكال سبورت يعني. طب انا اقرب نفق بيجي على بالي، ما اعرفش قريب من ده ولا لا، نفق الازهر. هو طويل كده وملولو وشمال ويمين وكلام زي كده، ده مقارنه بنفق الازهر اكبر اصغر اتخن ارفع اي حاجه؟ لا، نفق الازهر اتعمل بنفس مكنه المترو. حوالي 9 حوالي مترو انفاق حوالي 9 متر. لا النفق ده اكبر بكتير، 1260، ده من اكبر تقريبا المكن اللي في العالم، يعني اللي اكتر منه يمكن نفق او اتنين في العالم كله، ده من اكبر المكن اللي في العالم. فلا اكبر بكتير، يعني انت بتتكلم مش هما 3 4 متر فرق في الاريا هتلاقيه اكتر من ضعف. طبعا طيب يعني انا لو ركبت، يعني انا هدخل انا هلاقي حارتين رايح وحارتين جاي. انت العرض نت تقريبا 11 وشويه، فيبقى في رصيف ورصيف وحارتين كبار ياخدوا عربيات. يعني اتعمل الكلام ده بالارتفاع ده عشان ياخد التركات العاليه اللي هي 5.5 6 متر، اللي هي اعلى حاجه في العالم ممكن تعدي بكونتينرز بتاع، فكل ده هيسمح بالمرور. طب يعني لو انا تخيلت كده ان انا لو عديت على هناك بعد اسبوع 10 ايام هلاقي في تغيير كبير بيحصل كل يوم؟ كل يوم في حاجه جديده كل يوم. طيب لو انا قلت ان شاء الله ان شاء الله، امتى النفق ده يخلص؟ ان شاء الله مخطط ان المكنه تطلع على اول السنه، وبعديها بقى في طبعا تجهيزات الكتروميكانيك اللي هو التشطيبات والكهرباء والانفاق العرضيه اللي بقول لك عليه ده عشان يتشطب. يعني احنا المفروض على 8 السنه الجايه 8-18 ان شاء الله باذن الله نكون مخلصين. يعني المكنه اللي هي مكنه الحفر هتطلع اخر السنه دي ديسمبر 2017. واحده المفروض مخطط لها ديسمبر والثانيه يناير. واحنا هنا مكانتين. ما هو في مكنه هتشوف ده، في مكنه في الجنوبي مكنه في الشمال، في مكنه برضه في بورسعيد مكانتين. مكانتين ما هم اربعه. والمكنه دي احنا جايبينها منين؟ من المانيا، من شركه اسمها هيريكنخت. دي اكبر شركه في العالم في الانفاق، والسيد الرئيس هو اللي اشترى المكن واحنا بنشتغل عليه. يعني اشترى المكن؟ يعني الجيش هو اللي اشترى المكن. التبوض والحاجات دي هو جابها لل يعني عشان يعني هو عايزين يمتلكوا القصه دي عشان ما يبقاش الاول. احنا بقى لنا حاجه و20 سنه تحت رحمه الاجانب الفرنساويين. هم بيجيبوا مكانهم وبيشتغلوا وبيتامروا وبياخدوا السعر اللي هم عايزينه. فهي الاول مره احنا شركات مصريه، الاربع شركات مصريه 100%. ربنا يبارك لك يا باشمهندس. ربنا يخليك. خليني بعد اذنك التقي مع شركاء حضرتك في الموضوع. طبعًا ده طبعًا. من شركات اخرى وعمال ومهندسين نشوف طبعًا. في الملحمه دي بتشتغل ازاي. طبعًا. اشكرك. شكرا يا فندم. شكرا.